أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته، وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه، الولي المطلق والشفيع المطلق، سيدي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه، فإن الدنيا خضرة نظرة لكن واقعها جيفة قذرة، فخففوا الطلب يرحمنا ويرحمكم الله. تمر علينا هذه الأيام ذكرى شهادة سيدنا وإمامنا سادس أئمة أهل البيت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ولذلك نرفع آيات التعزية إلى مولانا صاحب العصر والزمان أجل الله فرجه الشريف، وإلى المؤمنين وإلى المسلمين وإلى الأحرار في العالم في شهادة هذا الإمام العظيم، الإمام الصادق الذي صار اسمه عنوانا لمدرسة أهل البيت وإسلام أهل البيت وللمؤمنين من أتباع أهل البيت عليهم السلام، فصار عنوانا لهم ينسبون إلى هذا المسلك عن طريق هذا العنوان، هم جعفرية، نحن جعفريون أتباع جعفر بن محمد الصادق، وذلك لما حباه الله من إمكانيات وتوفرت له سبل في أن يفيض بعلمه صلى الله عليه إلى المؤمنين وينشر تراث أهل البيت عليهم السلام في جميع الآفاق، حتى صار رمزا وعنوانا لهذا المسلك المبارك. الإمام الصادق ظاهرة علمية يجب أن تدرس ويجب أن تقام عليها بحوث ومؤتمرات، للأسف إلى الآن لم تتوفر هذه الوسائل، مع وجود هذه الإمكانيات العظيمة لم تتوفر هذه الهمم لكي يقرأ الإمام وبلغات حية ويقدم للأمة وللناس جميعا في فقهه وفي رؤيته الكونية وفي تفسيره. الإمام ظاهرة علمية فريدة صعب أن تتكرر، لقد رأينا مدارس أنشئت على أحاديثه عليه السلام، فهو الفقيه بامتياز، وحصلت هناك المدارس الفقهية كلها أن تتلمذت ونهلت من منهله العدل. هذا أبو حنيفة وهو أكبر سنا منه سلام الله عليه يفتخر يقول لولا السنتان لهلك النعمان، فكان تلميذا للإمام الصادق عليه السلام إمام المذهب الحنفي. وهذا مالك صاحب الموطأ إمام المالكية يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب إنسان رجل كجعفر بن محمد الصادق، وكنت يقول مالك
وكنت إذا رأيت جعفرا علمت أنه من سلالة الأنبياء، يعني من سمته من هديه من مشيه أعلم أنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك تجد أنه المذاهب الإسلامية تتلمذ عليه وهنا أهله من علمه صلوات الله عليه. فالشافعي أخذ من مالك، وحنبل أخذ من الشافعي، والشافعي أخذ من مالك، ومالك أخذ من جعفر بن محمد، فما منهم إلا تلميذا له مباشرة أو بالواسطة. وغيرهم الأوزاعي وسفيان الثوري. والغريب هذه مدارس فقهية، ونجد له تلامذة مدارس فكرية عقائدية كلامية، كعمر بن عبيد إمام المعتزلة كان ينهل منه سلام الله عليه. والغريب أكثر علوم تجريبية صار مرجعا لهم في العلوم التجريبية. جابر بن حيان الكيميائي المعروف يذكر في كتابه هذا ما استفدته من سيدي جعفر بن محمد الصادق في الكيمياء، علم تجريبي في الفلزات والمعادن، يقول أنا استفدت من جعفر بن محمد الصادق. وهكذا له نظريات في الطب وفي علم الاجتماع وفي مناقشاته ومناظراته مع الملاحدة في ذاك الزمان كعبد الكريم بن أبي العرجاء، كانوا يجتمعون حوله في مسجد الله الحرام، في بيت الله الحرام في أيام الحج، يأتون يناقشونه في الوجود وفي المعاد وفي فلسفة يوم القيامة وأمثال ذلك. كل هذا والإمام يفيض بعلمه على الناس. يلتقي معه ملحدا وهو خارج من مسجد الله الحرام، أخذ يناقش عن ذات الباري عز وجل، فقال له الإمام ما اسمك؟ قال عبد الملك. قال أي ملك؟ ملك السماء أم الأرض؟ بأيهما أجبت فقد أفحمت. وتركه ومضى. فما كان من هذا الزنديق إلا أن يذهب خلفه ويؤمن بالله بكلمتين هو ماشي. شو اسمك؟ قال له عبد الملك. قال أي ملك؟ ملك السماء أم الأرض؟ بأيهما أجبت فقد أفحمت. وقف هذا متحير يتأمل هذا الجواب، وإذا به يؤمن ويذهب خلف الإمام يعلن إسلامه وتوبته. ومن هنا يجتمع به هذا ابن أبي العرجاء، قال أو العوجاء عبد الكريم، قال يا هذا إن كان الأمر كما تقولون فقد نجونا كنا وأنتم على السواء. إذا ماكو إله إحنا ما ناقصنا شيء، إحنا اللي مؤمنين بالإله عايشين حياتنا وخلصنا، ونموت وإنما هو الدهر والليل والنهار. إن كان الأمر كما تقولون لا يوجد إله ولا حساب وكتاب كنا وأنتم على السواء، ما راح ينقصنا شيء. وإن كان الأمر كما نقول، لكن إذا للكون إله فقد نجونا وهلكتم. لاحظ هنا، وإن كان الأمر كما نقول فقد نجونا وهلكتم، وعليه إحنا على كل الحالتين ناجين ما ناقصنا شيء. قال أعد علي جوابك يا ابن رسول الله، فعاد عليه جوابه، فوجد فعلا هذه المسألة صحيحة. لاحظ، وهكذا الإمام في علمه ظاهرة فريدة في علم الكلام. هشام بن الحكم من أعظم المتكلمين، هو تلميذ للإمام. ولذلك الإمام بعلمه عبر الاختصاص وعبر كل ممكن أن يصل الإنسان في هذه العلوم، وإذا به ظاهرة. والأعجب من ذلك ويجب أن يقرأ وأن يدرس أنه لم ينقل لنا التاريخ أستاذا له، أن الإمام درس في جامعة، أن الإمام تتلمذ على يد أحد، إطلاقا
مما يستدعي أن الإنسان يفكر كيف للإنسان أن يصل إلى هكذا مستوى يكون رمزا والشخصية الأولى في كل هذه العلوم، وليس له مرجعية إلا قال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك تعبير الشهيد الصدر على الله مقامه أن أئمتنا سلام الله عليهم ظاهرة لا يمكن أن تتكرر، وعليه في باب الاحتمالات إذا أريد نطبقها هنا نجد أن هذه لا يمكن أن تكون شنو؟ أن تكون صدفة أبدا، وبالتالي هو تسديد الله واضح صريح لأهل البيت عليهم السلام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله حيث يقول خلفائي من بعد 12 لا وجود ولا مصداق لهذا الحديث إلا هذه الذرية الطاهرة، هذه السلسلة المباركة التي أولها أمير المؤمنين علي عليه السلام وتنتهي بصاحب العصر عجل الله فرجه الشريف. هذا هو إمامنا، وهذه هي نعم قيمه، وهذا هو هدفه. وبالتالي أعظم نموذج نقدمه هو إمامنا الصادق في علمه وهديه ورسالته المباركة التي تهدف إلى خدمة الدين وتسديده. هناك حديث نقل بكثرة عن الصادق عليه السلام، لو تلاحظوا حضراتكم يرمي بثقله ومسؤولية على شيعته، يقول شيعة جعفر من عف بطنه وفرجاه، شيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. الكل يفتخر بالإمام الصادق والكل يحنو إليه ويفتخر بالانتساب إليه فكرا عقيدة منهاجا. يقول الإمام إنما شيعتي من أطاع الله، من عف نفسه عن الحرام وعن أكل الحرام وعن فعل الحرام، وإلا أنت تدعي نفسك وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بوصالي. لا، التشيع إذن في مفهوم الإمام الصادق مسؤولية وليست غنيمة وأكلة. هذا الذي ينسب نفسه للإمام الصادق عليه أن يتأدب بآداب جعفر بن محمد، والله اسمه جعفري وهو لا يتورع عن أكل الحرام، اسمه جعفري وهو لا يتورع عن الفعل الحرام. ها؟ هذا شين على جعفر بن محمد. شيعة جعفر هو يقول، يعني اللي ينتسب إليه، من عف بطنه عن لقمة الحرام وفرجه عن الحرام، ثم يقول بعد ذلك كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، لا تخلونا نتلوث من عندكم. لاحظ هذه ظاهرة خطيرة ومسؤولية يلقيها الإمام على أعتاق شيعته، لاحظوا حضراتكم. ومن هنا ليس التشيع كلمة في اللسان أو عنوان أو لافتة تخليها على بيتك أو على حسينيتك أو موكب، ها، وبالتالي هذا قلبه قلب ذئب يأكل مال الحرام، يمد إيده على قوت الشعب أو يأخذ رشوة أو يسرق يحتال أو يهتك أعراض الناس ينظر إلى الحرام. قرأت الآن والأمس في أحد التقارير أكثر الدول العربية مطالعة للمواقع الإباحية العراق ثم مصر بعدين المغرب، أول دولة عربية ينتشر فيها مواقع إباحية ويستعمل وينظر ويشاهد وشاهد مواقع إباحية يقول لك في العراق. ليه؟ إذا عندنا مشكلة في القيم. صحيح الإنترنت مفتوح في العراق مشاع للأسف، يعني في الولايات المتحدة في أمريكا في مواقع ما لك حق تروح لها، الآن يدفعون فلوس أو ممنوعة، لكن ما مفتوح الإنترنت، هي الدولة اللي وضعت الإنترنت، أكو مواقع ما لك حق تروح لها، يشترطون السن، يشترطون تدفع مال، يشترطون قضايا يجوز أمنية الله أعلم. لكن في العراق القضية مفتوحة،
بحيث صار ظاهرة، واحد يقعد بالمواكب بالحسينيات والشباب يقلبون بتليفوناتهم على أشياء قبيحة. هذه هدم للأسس والقيم والكيانات والشيء ما يشبه. لاحظوا هذا اللي حذر منه الإمام جعفر بن محمد، شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه ليس بالضروري يروح يزني نعوذ بالله، وإنما يروح يباوع على أشياء ينظر أشياء تهدم رؤيته للقيم ويتفرع عن هذه. شنو يتفرع عنها؟ فساد وأشياء وشباب يلبسون ثياب ما تعرفهم شنو شكلهم صاير. واضح؟ إذن هذه تخبط خطير جدا، على المؤمن أن يحذر من هذه الوساوس، من هذا الانحراف، ولا يقنع نفسه والله أنا من شيعة جعفر. لا، أنت شين وليس زين، على الإمام يفتخر بك يفرح بك، فلا تكونوا كونوا لنا زينان ولا تكونوا علينا شينا. كان أحد العظماء المراجع الكبار في النجف الشيخ حسين طه نجف اسمه، مدفون إلى جنب الشيخ الأعظم الأنصاري في باب القبلة حرم المنوني عليه السلام. هذا مرجع كان في النجف. جاءه رجل قال: شيخنا أنا من مقلديكم وقد سرقت مالا واشتريت به طعاما فأكلته والآن نادم، شنو حكمي؟ قال: ارجع المال لصاحبه ويجب عليك التقيؤ، لازم تتقيأ هاي لقمة الحرام. قال: المال أرجعه، بس أتقيأ كيف يعني؟ صعبة. ليش شيخنا لازم أتقيأ؟ يجب عليك أن ترجع ماله والتقيؤ، لازم تتقيأ. قال: لماذا أتقيأ؟ قال: لأن لقمة الحرام تقسي القلب، والقلب هنا مع الجاهل، والقلب يقول عنه إمامنا الصادق: القلب بيت الله فلا تسكن في بيت الله غير الله. ولقمة الحرام تقسي القلب، فما راح تتوب إذا أنت جسمك تربع الحرام. لا تقنع نفسك أنك أنت قاعد تتوب، توبة مو مجرد لقلقة لسان، يجب أن تطهر منها، وعليك أن تلفظ هذه اللقمة الحرام. هكذا هو. إذن أنت حتى تكون لائق بأن تنسب إلى هذا العظيم يجب أن تتخلق بأخلاق هذا العظيم. ويحدثنا التاريخ عن جار للإمام، إما السجاد أو الصادق عليه السلام، جار له مريض، فبعث ولده للإمام: يا سيدي ما عندك علاج لمرضي؟ فبعث له قرص شعير، يعني بعث له رغيف خبز من خبزهم من طعامهم سلام الله عليهم أهل البيت، فبعث له قرص شعير. هذا هم استغرب، شنو هذا رغيف خبز علاج لهذا المرض؟ فأكله وشوفي، ثم بعد ما شوفي رجع للإمام يتشكر منه. قال: سيدي أنا شفيت، لكن شنو هذا؟ شبيه هذا القرص الخبز هذا قرص الشعير؟ شنو حاط بي دواء اللي شافاني؟ قال: ليس فيه شيء إلا الحلال، هذا حلال خالص، ليس فيه شبهة وليس فيه شيء. حتى الحلال يشفي، أنت بالمقابل اعكسها، والحرام يمرض. نشوف هاي الناس، هاي الأمراض والعلل اللي قاعد تطلع والناس ما كنا نسمع بيها، لعل أحد أسبابها لقم الحرام، أكل الحرام والشبهات يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى الأمراض والمهالك. وعليه، لاحظوا، على المؤمن أن يتورع عن الحرام والشبهات، وأن يكون قدوة يفتخر به الإمام، فيقول عليه السلام: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصل اللهم على محمد وآل محمد.